قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. عادات وتقاليد. الإنتاج الزراعي بالمملكة. سوف نتحدث اليوم عن أهم المحاصيل الزراعية في السعودية. كل واحد منكم سيخبرني بمنتج يعرف أن المملكة تتميز به، وأنا أيضا لدي ما أخبركم به. بدر، أخبرني، ما هذا الذي أعطيتك إياه؟ إنه تمر يا أستاذ صالح، لذيذ. بالضبط، والسعودية تشتهر بإنتاج أجود أنواع التمور على مستوى العالم. إنه رائع ولذيذ، لقد انتهيت من الأولى، أريد المزيد. قبل أن نطلب من الأستاذ المزيد، يجب أن نشكره على طريقته الرائعة في إيصال المعلومة لنا، وأيضاً نشكره على هذا التمر اللذيذ. شكراً يا أستاذ صالح. شكراً يا أستاذ صالح. شكراً لك أنت يا فواز وللتلاميذ على شكركم لي. شكراً 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 يا أستاذ صالح.